ليش؟ So all, we are almost live. Okay. Yes. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم جميعا في حلقة جديدة من جمال الحوار. اليوم زي ما وعدناكم كل جمعة نطلع معكم الساعة 8:30 في مقهى لايف. إذا بتشوفوا شو موجود عندنا في الباك جراوند، هو عبارة عن مقهى اليوم، يمكن مش مبين كتير، بس المقهى هذا هو عبارة عن مكان جميل ممكن اليوم نلتقي فيه ونكون جميعا مع بعض عشان ندردش ونحكي عن شغلات بنسويها كل يوم خلال فترة الحجر. اليوم معنا ثلة من أبناء الجالية الجميلة، طبعا كلهم ما شاء الله عليهم، أنا وأخوي محمد التميمي عدنا ننسق نستضيفهم. طبعا في ناس أكثر حابين نستضيف، لكن للأسف البرنامج بوسع بس ستة، فعملنا حضرة بدرة أنا ومحمد، فتحنا طنجرة وعلى حطينا فيها سحبنا، فطلعوا هدول الشباب الطيبة والصبايا الطيبين. أكيد المرة الجاية إن شاء الله برضو حنأخذ ناس من خيرة أبناء الجالية. حعرف أول إشي حسب هذا، مع أنه ladies first، بس حنبدأ في الصف هيك. طبعا في الأعلى زي ما انتم شايفين صديقي محمد التميمي مقدم البرنامج معاي، معانا في الوسط أخونا محمد عيسى، هو رئيس الجمعية العراقية الكندية في أوتوا. محمد عيسى مالتي تاسك بيرسون، ممكن تلاقيه في كل مكان، بيشترك مع جميع الجاليات، خير من قدم الجالية العربية وخير من رأينا من أبناء الجالية، شاب خلاق طيبة، بيشتغل عنده برضه فيديو برودكشن كومباني، بيساعده في كتير الدعايات والشورت فيديوز. محمد محمد برضو عنده هواية رائعة وهي هواية المطالعة، أنا بعرف قديش بحب هو قراءة الكتب، ومن الشغلات الجميلة اللي عملها ولفتت انتباهي خلال الحظر أنه كان مستعد أنه يرسل كتب يعطيها لبعض الأشخاص عشان يقرؤوها، وطبعاً أنه يرجعوا له إياها، فكان شيء جميل أنه نتبادل أشياء زي هيك. الكتب بالنسبة لي أنا أعرفها أنه أغلى عنده من كثير من الهوايات الثانية، فأهلا وسهلا فيك محمد. أهلا وسهلا بك عزيزي جمال، وأهلا وسهلا بالحضور الأصدقاء حسن والسيدة كوبال وفنان محمد علي، وأنا محظوظ جدا لأنه كنت من ضمن الأشخاص اللي طلعوا بالقرعة اللي عملتوها حضرتكم. بالصدفة ترى. حسن تميمي، الفنان الذي صوته يشذو آفاق المسارح. حسن أصلا من العراق، لما بنسمعه أكيد بنتذكر جلة الفنانين العراقيين التي أخرجتهم أو أخرجهم العراق. حسن يذكرنا دائما بناظم الغزالي، واليوم بدي أخليه أكيد يغني لنا أغنية لناظم. حسن يعشق الجيتار له صديق وعزيز. حسن طبعا عضو من أعضاء الأوركسترا الكندية العربية، أجمل أوركسترا موجودة في نورث أمريكا، من الشباب الرائعين، عندهم أغاني جميلة وعندهم حفلات رائعة، كل ما يجوا على أوتوا بجملوا أيام أوتوا. أهلا وسهلا فيك حسن، وشرفتنا في المقهى اليوم. حبيبي دكتور جمال، جدا ممنون لك أنا على هالتقديم هذا الأكثر من رائع، وجدا أشكرك على استضافتي ببرنامجكم هذا، وإن شاء الله يا ربي أكون عند حسن ظنكم وحسن ظن المتابعين، ويا مية أهلا وسهلا وعلى رأسي. انتوا شايفين حسن عامل رومانسية هيك، الضوء الخافة المتوسط شوي هو أجواء. بس يا ريت بس تخفف لنا الرومانسية وتزيد لنا الإضاءة عشان نشوفك مزبوط. ها زين، يعني مو واضح الإنارة، مو واضحة الضوء من وراك مش من قدام، حط الإضاءة على وجهك، حط الإضاءة على وجهك. هذا بالفيديو يسموه سلوت، هذا تخلي الضوء اللي وراه. ايه عافية، ايه زين، خلي اشوف دقيقة. السيدة كوبال، السيدة العظيمة التي كنا نفتخر بوجودها في الجالية، هي طبعا تشتغل في سيتي اوف اوتوا، هي سيتي ستاف، لكن هي سيدة
بقول أنا يعني عنها أنها موجودة في كل جالية من الجاليات في مدينة أوتوا. هي أصلها من لبنان لكنها قد تجدها مع الفلسطينية والعراقية والسورية، قد تجدها مع الهنود والباكستانيين والبنغلاديشيين، قد تجدها مع الأوروبيين والأستراليين، تجدها في كل مكان. لماذا؟ لأنها global citizen، تعشق الإنسان أينما كان، وتعشق الإنسان أينما أي دين كان له وأي لغة يقولها. طبعا هي mother عندها لاش نحكي كم ولد الله يحفظ لك إياهم. فازت سنة 2020 و2019 في Faces Ottawa، فهي فعلا فيس نفتخر به في مدينة أوتوا. أهلا وسهلا فيك كوبر جمال. thank you so much. أنت thank you جميعا. أنا كتير مبسوطة أني معكم. ما بقدر جاوب على المجاملة الحلوة والمقدمة الحلوة اللي أنت عملتها. أنا مسرورة كتير أني معكم اليوم. إن شاء الله يا رب هيك نقدر نعطي جو حلو للي عم بيحضرنا وعم بيسمعنا، ونكون قد حسن ظنك وكون ضيفي خفيفي جدا عليكم. أكيد إن شاء الله. ضيفنا الأخير الأستاذ محمد علي. الأستاذ محمد فنان، يتكلم الفن، يشتم الفن، يعيش الفن، ينام بالفن، يحب الفن في كل شيء يقوم به. هو أصل من سوريا، قدم إلى مدينة أوتوا مع فوج اللاجئين اللي حضروا إلى أوتوا، وأصر منذ حضوره أن يكون فعال في المجتمع الكندي. أعطى أكثر من كنديين موجودين في كندا لهذا المجتمع، تقدم بكثير من الأمور اللي نفتخر أن يكون هناك شخص عربي قام بها. هو نائب رئيس مؤسسة البشرية من أجل السلام للفنون، رجل بمعنى الكلمة يمثل المواطن العربي أينما ذهب. حصل على عدد كبير من الجوائز من مدينة أوتوا ومن مؤسسات خيرية اشتغل فيها وساعد فيها، جمع عدة تبرعات لجمعيات خيرية، منها Canadian Blood Services، Chio Hospital، والإنويت تشيلدرن سنتر. فهو كان مش بس فقط للمؤسسات الخيرية، أيضا دخل في موضوع الانديجينس بيبول، وهذا قليل ما تجده في الإميجرانس أنه يدخلوا في موضوع الانديجينس. فبنحيي بكل صدر رحب، وأهلا وسهلا فيك في مقهاك اليوم. تسلم تسلم، وأنت بكيتني على فكرة، يعني أنت خليتني أبكي أول شيء على المقدمة. أول شيء أنا كتير فخور بوجودي معكم عن جد والله، يعني شيء ما شاء الله حبيبنا. قامات الواحد يفتخر فيها ما شاء الله عليكم، وأنا سعيد يعني هذا فعلا مقهى ودردشة من القلب إلى القلب يعني. طيب هو الموضوع دردشة، فاللي حابب يبدأ أستاذ محمد تحب؟ أنا حبدأ طبعا من باب الدكتاتورية. هاي دكتاتورية طوعية، تخيلوا التناقض، دكتاتورية طوعية. الدكتاتورية بالمحبة هذه. طبعا المقهى تبعنا احنا الان صار لنا 3 مرات بنعمل المقهى هذا اونلاين، والمقهى هو يعني نتمنى ان نحاول نعمل زي سيميوليشن او محاكاة للمقاهي الحقيقية اللي بتصير فعلا في واقعنا. بنستمع فيها فيها بنطمن على بعض ونتكلم بالدردش. ما عم بسمعكم؟ احنا سامعينك. لا واضح. فبندردش بنحكي بنطمن على بعض، نطمن على اخبار بعض، وبنشوف شوف في اخبار في الدنيا بنحكي فيها. مش الهدف منها نطلع بنتائج، هيك عادتنا في المقهى، مش الهدف نطلع منها بنتائج. ممكن نختلف ونخلص كل المقهى وما طلعنا بنتيجة وين الصح وين الغلط، وممكن البعض يستفيد ببعض الأفكار من اللي موجودة. فإحنا الهدف من المقهى هذا إحنا تلقائيين، نكون تلقائيين تماما على راحتنا تماما، نحكي باللي إحنا مشاهدات
وأي واحد بيتكلم مع الثاني بمشاهداته طبعا لا شك المقهى أي مقهى أنت بتروح له بيكون في جو من الموسيقى، ممكن يكون في واحد بيغني بصوت جميل وبطرب الأسماع، فبننوع بنحاول ننوع. فأخونا حسن بيسمعنا شوي، حبيبنا محمد علي بيعمل لنا كم رسمة برسم الدكتور جمال بشكل كاريكاتيري، يعني اليوم ما في تحيز، اليوم أنا لازم أشوف دكتور جمال بشكل كاريكاتيري. ماشي، فهذه عندك محمد، الكرة في ملعبك محمد علي. محمد عيسى، محمد عيسى يطلع لنا مثلا اليوم بنص يصف فيه الجلسة هاي، له الحق يختاروا نص فكاهي، يختاروا نص أدبي ثقيل، يختاروا شعرا، يقتبس مثلا من 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 كلمات قديمة يجمعها مع بعض يطلع فيها بوصف إلا تركيبته، يعمل موزايك أو فسيفساء. فاضل عندنا كوبال أنا في رأيي تطلع لنا بوصية للسيدة العربية في كندا. حلو. في نهاية هذا اللقاء هيك نسمع وصية من كوبال للسيدة العربية في كندا، ونشوف تفجير الطاقات من خلال الأعمال المتشعبة اللي عملتها. يعني أنا حسب الوصف اللي حكى الدكتور جمال، أنا أفهم من هيك إنه اليوم إذا بحكي لكوبال احكي لي إنجليزي بالهندي تحكي إنجليزي بالهندي، احكي لي إنجليزي باللبناني إنجليزي بالمصري أكيد، إنجليزي بالسوري أكيد، بالأردني أكيد. فحنطلع اليوم في نهاية الدردشة تبعنا هذا المقهى تبعنا، نطلع باطمئنان عن الأخبار، نقاش عن بعض الأشياء اللي بتصير، ممكن الأصدقاء من برا يبعثوا مجموعة من المشاركات، تعليقات، أسئلة، نتداولها بيننا. مش الهدف نطلع فيها بنتيجة، يعني مش هنختلف كثير، حيعطي الواحد رأيه وممكن ما نسأل غيره عن نفس الموضوع. فهي دردشة زي كأننا في مقهى لكنه أونلاين. يعطيكم العافية جميعاً، أنا بتشرف في حضوري معكم. يعني نبدأ بالسيدات المرة هذه يا دكتور جمال. تفضل. I'm ready. تفضل. تفضل كوبال. تفضل. إيش بدك تحكي؟ بدك إياه بدون أسئلة. شو بدك نحكي؟ أنا شوي أول شيء مسي على. صوتكم جاهز؟ أنا جاهز. أنا رح أحكي لكم شوي أنا نسيت الشاي لقلي هلأ شوي بجيب الشاي. أنا بمسي عليكم كلكم. أنا شوي رح لأنه لا بفهم لا بعرف دق موسيقى ولا وإني أتمنى، بحب الرسم كتير بس إذا بمسك القلم ما بعرف أرسم وردي، بقرأ يعني كتير بحب القراية ولكن بعيد جدا عن القراءات اللي بقراها مستر محمد عيسى. فرح أحكي شوي على أول الكوفيد 19، أول ما بلش هأحكي بس الأشياء. أول جمعتين كيف كان عندي النيجاتيف، كتير كنت نيجاتيف، أثر على أولادي، أثر علي، كل نهار قاعدة على السوشيال ميديا عم بقرأ شو هيدي الجرثومة اللي حطتنا بقلب البيت، مثل ما كانوا بالقبل يهربوا على الكهف. حسيت إذا ابني بده يطلع لبرا كتير ستريس. وصلت لجمعة حسيت أني أنا عم داينينج، وهي بعدنا لسه لا فيروسنا ولا صار عنا الفيروس ولا شيء. فبهيدي يعني بدك تقول شو جمعة ونص معيشة الأولاد بستريس، مش منتبهة على حالي، وبعتبر وبعتقد أنا كل الناس مثلي، لأنه أول ما إجا الفيروس كلنا صار فينا هيك. إلا أنه في يوم من الأيام بنتي بتجي بتقلي نو أخبار، نو مور نيوز، بدنا اليوم نسمع موسيقى. ببادئ الأمر اختلفت معها لأنه حسيت أنه أنا مني ردي أسمع موسيقى، ولكن مجرد ما جبرتني وحطتها حسيت أنه أنا انتقلت من مود لمود آخر. حسيت أنه لا، لازم نقول أنه إذا نحن بدنا نضل نفكر شو في بالسوشال وكيف العالم وهيك رح نموت نحن بأرضنا، لا، لازم في ولادنا إلهم حق علينا، أرواحنا إلها حق علينا، أنفسنا إلها حق علينا، الناس اللي عم نحكيها إلهم حق علينا، مفروض نبلش نغير. ومن هون بلشت غير.
أول أكلي مثلا عملتها للولاد كراعين يمكن. يا عيني حكي مضبوط. باشا باشا يعني باشا باشا هذا حكي مضبوط. ولادي كراعين يعني رجعتيهم للمود اللبناني. وهذا الحكي مضبوط والله. بلشت بهالاكل وشو بدي اخبره. صرت كل يوم مثلا نسمع موسيقى ساعتين، نطلع نمشي انا والولاد ساعتين، نقعد نلعب ورق. هيدي انت بتعرف جمال وكل اللي عايشين بكندا اتس امبوسيبل العائله كلها تجتمع، بالاخص اولاد كبار كلهم بيشتغلوا. يعني وقت اللي بنكون نحن بالبيت هن بيكونوا عم بيشتغلوا. سو نحن كان حلمنا انه نقعد على طاوله واحده. فقلت انا طب هيك ناخذ هذه الكوفيد 19 از ا بوزيتيف. هلا وقت نحن على طول بنحلم وبنقول طب ليه ما بنقعد، ليه ما بنرتاح، ليه يا الله ما بنرتاح. لا لازم نعتبر حالنا نحن هلا عم ناخذ فاكيشن. ايفن اذا مسكرين على حالنا الباب تكر اباوت انفسنا، نضحك نلعب نمزح فضل من هون. ولازم نقطع هيدي المرحلة بكل بوزيتيف وبكل إيجابية، لأنه أكيد حيضوي نهار جديد وحيجي نهار جديد ورح نرجع مثل ما نكون. فبلشنا بالكراعين، ما بعرف وين منوصل جمال. يعني شوفي هو كلها 10 كيلو بعد هذا بعدين بالخسخسة بنشوف كيف. الكراعين بلشنا كيتو دغري تناقض. الله حيطول الكيتا. شباب اهل العراق شو رايكم بالباتشا الكراعين؟ سولف حسن سولف يلا. حسن لك يعني والله بصراحه يا دكتور الباتشا انا يعني بالنسبه لي ولو يعني اعتقد ما لي حق اصرح هذا التصريح لاني مو دكتور، بس انا اعتبرها هذه يعني انتبايتك رسمي من الكوفيد 19. يم يعني اضرب باتشا وكل شيء ما عليك. طبعا يعني العراق ياكلون الباتشا الصباح صحيح؟ صباحي طبعا صباحي اكله صباحيه. نعم نعم باتشا طبعا. والباتشا دكتور شريف جمال العفو دكتور جمال الباتشا بيها فسر غريب، يعني الفوائد مالتها بكل الاتجاهات، مفيده للصوت، مفيده للعظم، مفيده للنشله، مفيده للكوفيد 19، مناعه، كله يعني باكج كامل والله. طبعا محمد جاي قبل فترة بسيطة من العراق صحيح محمد؟ ايه صحيح بعدني بالتراب فلسه الباتش عليك. ايه طيب والله هاي زيارتي كانت بعد اكثر من 16 سنة. انا طلعت من العراق قبل 16 سنة بالضبط ورجعت هسه، فلك انت تخيل يعني حجم الصدمة اللي انا بالبداية أول ما وصلت لمدة 3 أيام أنا مصدوم. بعدين كنت أنا ساكن عند ولد شاب صديقي، فأجا هو من الشغل شافني أنا لابس بنطلون كابوي إحنا يعني جينز ولابس تي شيرت وحذاء رياضة وبالشارع، قال لي هسه أنت رجعت طبيعي. لأنه قبل يعني هاي الثلاث أيام الأولى كانت عندي صدمة من الواقع، من المجتمع، من التغيير الدراماتيكي اللي صار بالمدينة، بالحال البلد بشكل عام، ولكن تأقلمت وطبيعي ومشى الحال. وكان زيارة بيها من الألم والفرحة والدمعة والذكريات ولقاءات الأصدقاء. شفت كثير من أصدقائي يعني ما شايفهم صار أكثر من 20 سنة وأكثر، ويعني كان زيارة موفقة. وأكيد كان الحصة الأكبر إلها أول يوم وصلت لبغداد، أنا ثاني يوم كنت بشارع المتنبي. شارع المتنبي هذا يعني سيجنيتشر مع البغداد، هو أكبر شارع طبعاً يباع فيه الكتب، وأول يعني الوراقون اللي صاروا في العصر العباسي كتبوا في ذاك الشارع بالبداية من تأسست بغداد. في هذا الشارع كانوا الوراقون عندهم محلات يكتبون بها يعني كتب. فتجربة حلوة كانت، ومن باب من شارع المتنبي طبعا عبيت الشنطة كتب وجبتها. طبعا جبت كتب هواية وياي، اي طبعا اكيد دفعت اكسترا لجج عن مود اجيب وياي مجموعه كتب. الله يعطيك. حتحكي لنا عن الكتب. اي حتحكي لنا عن الكتب. اي هسه محمد علي شو بتسوي هالايام؟
والله يعني مضيع في المطبخ، يعني صرت أنا اللي كنت أشتغل على طول برا، عم شوف حالي على طول في المطبخ وعم كثير بتفقد الطبخ شو عم يصير. أيوة. فهي كثير يعني فادتنا هالموضوع في التكافل الاجتماعي مع المرأة، يعني صار عنا كثير. يعني أنا بشوف الدكتور مرات بيحط طنجرة وبيصور هي كماسك يعني، ومرات بغسالة. لا هو محمد هو الدكتور جمال، دكتور جمال أبدع إبداعات كثير يعني. ماشي؟ والله فنان والله. أنا أول شيء كثير أول شيء الدكتور جمال صار لما بيطلع على اللايف معناته في إشاعة. عارف الإشاعات رقم واحد بالدليل. معناته في إشاعة. ترابط يا أخي، كيف بتوصلوا؟ ولا CIA يعني بيعرفوا خلال ثواني مباشره. مصادره غريبه يا رجل، وهي صريحه مصادره يعني. تحس انه العالم كله شغال، اول ما يشوف شغله يبعثها للدكتور جمال. يعني بتحس، انا حاسس انه الواتساب عند الدكتور جمال حوالي 50 جروب او 100، وكل جروب كل شوي الترانزاكشن عليها عالي شغال. لا هو نصيب ما صلى عنه، هو نصيب صلى عنه. واول شيء عمل لنا شكل اشاعه، بفهمه بعرف انه لا كلهم بحبوا يتواصلوا معه تيستفيدوا، لانه مصلى عنه، هو عنده كونتاكت مع كل. بس بعدين تطورت الحاله يا كوبال. ايه شو صار يعني الحاله مع الدكتور جمال؟ بعدين تطور، انتقلت من ما حكيته. لا انتقلت لما شاف ابتزاز المصنعين والموردين والتجار على الماسك والامور هذه، صار يخترع ماسكات. اي والله يعني حتى صارت، انا اتوقع انه في شركات تصنيع صارت ايش الافكار بتطلع على راس الدكتور جمال علشان تبدا تصنع. واخر يعني اخر صرعه كانت لا تلصق ابدا، شفتوها ماسك لا يلصق ابدا. والله في مكان للشلم يعني للحليب. احسنت يعني هذا فيرجن 2 هذا. وهذا المكان متعدد، ممكن حتى المدخن يستعملها. ايوه والله بلا ارجيله، صح ارجيله يحوروها يسووها صغيره ويستعملوها 100%. طيب محمد عيسى، بدي اسالك او نحكي شويه عن هوايتك خلال فتره الحجر. انت قارئ يعني، الان ما في شغل، معظم الوقت قاعدينه في البيت، بس انا بعرفك انت قارئ محترف يعني، مش هاوي، محترف يعني، تعشق القراءه. شو بتقرا قاعد هلا؟ والله انا خليني احكي، اتكلم ويا اقول لك قصتي ويا القراءه شلون صارت. قصة من البداية يعني من الصغر، ولكنها تبلورت وصارت الموضوع يعني مثل ما يقول لك اختمر في سوريا. لما كنت أشتغل في دار نشر في سوريا اسمها دار المدى، دار عريقة جدا ومعروفة بالوطن العربي بالنشر والأدب وهاي الأمور. ففي يوم من الأيام سنة 2005 يمكن، كنا في معرض دمشق الدولي للكتاب، وتعرف هوسة، وإحنا الجناح المعرض لأنه بيجوا رواد هواية. أجت سيدة مستشرقة فسألت، أنا كنت صالي يعني فترة قليلة أشتغل بالدار النشر هذه، فسألتني عن كتاب، أنا انحرجت ما أقدر أجاوبها. فسألت الزميل اللي وياي، قلت له شنو هذا الكتاب، عن شنو يتكلم؟ قال لي هيك يعني القصة مالته. فالموضوع ألمني. هي بوقتها قالت يعني من هذه كل يعني وصفت، أنه حكيت حكاية، قالت يعني أنت شنو، كل حمار يحمل أسفارا. يا الله. هذه الكلمة اللي هي قالتها أثرت بي جدا. من ذاك الوقت أنا صارت القراءة صار عندي متلازمة مع القراءة. يعني صار حافز إيه يعني هذيك المستشرقة للأسف أنا ما أعرف اسمها، بس
دمشق كانت مدينة تستقطب المستشرقين الأجانب اللي يجون بعد القاهرة طبعاً، اللي يجون الأجانب يستكشفون حضارة الشرق الأوسط يجون إلى إما للقاهرة أو للشام، طبعاً في قسم يروح إلى المغرب العربي وهذه الدول. ولكن دمشق كانت في وقتها يعني المهم، هذه السيدة كانت الحافز الأول للقراءة، تكون عندي متلازمة بالقراءة يومياً، لازم أقرأ يومياً يومياً لازم أقرأ، بالإضافة إلى أنه الشغل مالتي ولقاءاتي يعني أنا، فأنا أصنع الكتاب، أساهم في تصنيع الكتاب. اشتغلت قلت لك بالاستمر العمل بالدار النشر هذه، أول بداية كنت حمال كتب، يعني كنت أشيل الكتب، تجي الطلبية أشيلها وأوديها للمكتبة، بالمستودع أروح على أمين المستودع أخذ من عند الكتب وأودي لهم الفاتورة. وبعض الأماكن كنت أروح لازم أركب مثلا باص، فبالباص أفتح العلاقة اللي بيها الكتب وأبعد أقرأ، وبدت وياي من ذاك الوقت. أنا كانت عندي الهواية سابقا بس مو بشكل متلازمة، يعني مو ما كان يعني مثلا بالأسبوع مثلا أو أسبوعين إذا ما قريت ما عندي مشكلة، هسه صار عندي أشعر بنقص أنه إذا ما أقرأ باليوم أقل شيء فأقول لك ساعة ساعة ونص أقل شيء، يعني المينيمم هذا يعني أحس أكو فد شيء نقص عندي باليوم مالتي. إيه محمد عيسى حبيبنا حبيبي، يعني أنت صار عندك غرام مع الكتاب المطبوع. المطبوع طبعا ايوه، وما استلذ بالقراءه الالكترونيه. يعني هل بكيت عند الكتاب الالكتروني؟ لا انا حقيقه ما يعني ما اقرا كتاب الكتروني بعض الاحيان لانه تكون مجبور، يعني في كتب ما عندك اياها فتضطر انه تروح الى الكتاب الالكتروني عن مود تعرف انه هذا كتاب لانه لازم تقرأ. انا كنت في المكتبة العامة وأنا في الصف الرابع الابتدائي، وأول كتاب قرأته يعني من الكتب يعني بعتبره أول قراءة إلي كان تفسير القرآن، إعراب القرآن الكريم لدكتور عبد الراجحي، وكنت أمين مكتبة لأربع سنوات. الله نعم جميل جدا. لأربع سنوات وصنفت كل الكتب اللي في المكتبة من أولها لآخرها، تصنيفها إلى الآن موجود في المكتبة. عاشتي لك والله. في يوم من الأيام عجبني كتاب مع صديق ماليزي في الجامعة، فطلبت منه الكتاب، مع أنه أنا يعني أحترم الكتاب جدا، فطلبت منه الكتاب فقال لي جملة هاي بدي إياك تعلق لي عليها، شو رأيك فيها؟ حكى لي أنتم العرب لا تعيدون الكتب، لا صحيح. لن أعطيك إياه. أنا أعتبرها السرقة المشروع الوحيدة هي سرقة الكتاب. مشروع ولا سرقة كتاب. السرقة المشروع الوحيدة يعني أنت تفوت البيت واحد صديقك هو تغافله وتأخذ الكتاب، بعدين من تروح تقول له يا أبا ترى أخذت الكتاب من عندك. وانسى. هذا هو. يعني الكتاب من يدخل خلاص بعد ما يطلع. حسن. سوري شو بدك تسمعنا؟ يعني الكل ينتظر والله. يلا نسمع. انا سمعت محمد دي يقول دي يحكي على شارع الرشيد والمتنبي، فرأسا لا اراديا اجت، اقصد محمد عيسى طبعا، ما احترمت محمد، ححط الجميع ميوت الى ان ينهي حسن. تمام تفضل حسن. جلجل على نومي في سا
ودوني إلى أهلي يا يما لا تنطري راح اللي جات صحاي طيري جالت يوم تصحري جال جال علي نرمان نومي في زعلي هذا الحلو ما أريده نومي في سعيني هذا الحلو مريدا ودوني سلامتكم. رائع ما شاء الله عليك استاذ الله ما شاء الله. شوفوا بالرغم من انه الصوت كان بيقطع وفي ناس طبعا من الاخوه اللي بيشاهدونا علقوا بانه الصوت بيقطع، لكن استطعنا ان نستمتع حتى وهو صوتك بيقطع، استطعنا ان نستمتع بالاداء والحس تبعك. الحس الحس عظيم جدا. الله يحفظك. وهذا طبيعي على فكرة يعني الوجع اللي موجود في الأغاني العراقية هذا ميزة، يعني له ميزة خاصة. أنا أتوقع العراقي لما بيغني بالفرح العراقي لما بيغني بالفرح والعرس بتحس الشجن في صوته. ظن لأنه صعب معذب على أي. يعني. هو لون الشجن أستاذ محمد هو بالمناسبة أكو فرق بين الحزن والشجن، يعني هم إحساسين متقاربين، بس الشجن هو اللي تحسين أكو فد لوعة بداخل الشخص صاحب الشجن، يعني بس يحاول يترجمه شلون، يعني إنه يهونها أول مرة على نفسه ويهونها على المتلقي، بس المتلقي يحس إنه أكو فد معاناة. أما الحزن لا، الحزن صريح إنه أجي أشكي حزني، أقول إنه أنا 1 2 3 وتشخصين انت مواضع الحزن، بس الشجن يحس اكثر من ما هو يشخص، وهو هذا اللي مشهور، يعني 90% من المطربين والملحنين وحتى الشعراء العراقيين يمتازون بهذا هاي المسحه من الشجن. يعني انا اتوقع انه اول اغنيه بجوز فيها طرب ورقص اغنيه عراقيه كانت زيديني عشقا قبل هيك. زيديني عشقا، يعني هو سبحان الله، هو بالمناسبه حتى كاظم، يعني استاذ كاظم الساهر، يعني صوته مليان شجن، واني يغني افراح، يعني واني يغني اغاني فرحه، يعني عنده اغاني هوايه فرايحيه اكثر من زيديني عشقا. يعني مثلا عنده نزلت للبحر تشمس الحلوه، هم يعني من تسمعها كلماتها كلها فرحه وكذا، بس خلص هو قال بصوته وكانما لان الاكسنت عراقي تحس، مع ذلك همينه يعني عبرت الشط على موجك. محمد يوم تتكلم يوم تتكلم على المقامات، يعني يوم تحكي عن المطرب العراقي او الفن العراقي تتكلم على المقامات، يعني المقامات هي المصدر، المقامات هي العراق. يعني بصراحه يعني الواحد يتعلم مقام يذهب الى العراق. كل شيء في عندهم الأقدم مكتبة بالعالم، يعني كانت عندهم، وللأسف يعني إن شاء الله يا رب يقدروا يرجعوا يبنوا من جديد هذه الحضارة، ولا حضارة القلم والحرف بلشت من عندهم. تمام صحيح. أنا صحيح. بس بدي أعقب على محمد عيسى بالنسبة للقراءة الإلكترونية. أنا معك، أنا ولا ممكن، يعني بحب القراءة كتير، بحاول
في كتب كتير مش مأمني هون، شيء مؤسف جدا. إذا جينا تنشتريهم أونلاين بيبقوا دبل وتريبل. sometimes بحاول أقرأ، بعمله PDF وبحاول أقرأ، بس المتعة إنك تمسك الكتاب، الكتاب هو رفيق. اللي بيحب القراية بيعرف معنى قيمة إنه يمسك الكتاب بإيده، ولا ممكن يستمتع بالقراءة إذا قري على اللابتوب أو الآيباد أو أبدا. بده الكتاب يكون بإيده، أنا مثلك بده يكون معي الكتاب، فكمان أنا بأودرهم أونلاين. أي كتاب حب أقريه بده يكون بإيدي تقدر أقريه. سو أنا بعقب وبقول لك yes you're right، الكتاب اللي بالإيد متعته وقراءته totally different عن الإلكترونيك مثل هن الديفايسز يعني. فيعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. طب سؤال لمحمد علي، أنت المرة الماضية ورجيتنا هاي اللوحة محمد وحكينا عنها شوية. هاي اللوحة أنت رسمتها رسمتها لتعبيرا لك عن حبك لكندا واللي عم بيصير في كندا. هاي اللوحة طبعا تحكي لنا عنها أنت، أنا بديش أحكي عنها، أنت تحكي عنها. كانت المرة الماضية هي قدمناها في اللقاء الماضي، وكانت طبعا الزملاء حكوا عنها كثير، وكل واحد كان من منظوره الخاص ينظر لها كيف ينظر لها. لكن هي الحقيقة هي لوحة وجدانية الحقيقة، ولوحة من القلب يعني. فكانت يعني كنت أعبر فيها عن كندا، وعن الأستاذ محمد حكى عن كلمة جميلة عن صباها، يعني صبا كندا قديش إنه هي امرأة فتية وتحمل الضوء وتحمل الإنارة، يعني هو إن شاء الله بعد النفق المظلم راح يكون فيه نور. وحطيت الملائكة بصورة ملائكة، أطفال ملائكيين يحاولوا أن يدعموا كندا للوقوف في هذا الإعصار الذي تعانيه. فهي لوحة وجدانية بصراحة، ولوحة تعبر عن الواقع وتعبر عن الوضع الراهن اللي إحنا ما زلنا نعيشه. وإن شاء الله يعني هي أنا سميتها أصمدي كندا، وإن شاء الله راح ترجع الابتسامة إلها مثل الأول وأحسن. فكنا نحن كمجتمع كامل متكامل يعني دورنا واضح جدا، كل واحد لازم يكون له دور في هذه المحنة. الكاتب بقلمه، الفنان بريشته، طبعا شكر للصفوف الأولى التمريض والأطباء اللي كان لهم دور كبير بصراحة، هم الجنود المجهولين. فكل واحد من مكانه الحقيقة يعني لازم يعبر لو شيء بداخله. دائما في الحس العالي عند الفنان، دائما يحاول جهده أنه يحاول يكون له بصمة في هذا المجال. وهو من عنده مثل ما تكلمت عنده حساسية عالية بأي موقف يصير من قضايا إنسانية، من قضايا مجتمعية. دائما الفنان حتى في كل المجتمعات دائما الفنان هو الذي يظهر الصورة بمسمياتها الحقيقية للمتلقي. يعني أي فنان بإمكانك، يعني حتى خلنا نتكلم عن قضايا القديمة اللي حصلت في التاريخ، يعني من غسان كنفاني لناجي العلي لعلي فرزات، للفنانين كثير كان لهم دور بيحملوا رسالة كبيرة في قضية وطن، في قضية معاناة، في قضية الألم البشري والمعاناة البشرية. ممكن أنا أعبر وأحمل رسالة من مجتمعية عن طريق مثلا من خلال لوحاتي أعبر عن المعاناة، عن طريق إنه الوجع مثلا. ممكن أحمل هموم المرأة مثلا، ممكن أحمل فكرة أبعث برسالة واضحة عن الزواج المبكر أو التعنيف ضد المرأة، ممكن أحمل رسالة وطن ومعاناة لاجئين. لذلك دائما الفنان هو أكثر شخص يعني يبعث رسالة وهدف مباشر، ويكون بشكل ساحر وشكل جمالي. طب كوبال بتحب تعلقي على هاي ال... كتير عجبتني الفكرة، لأنه صراحة كل واحد قادر يوصل رسالة بطريقة معينة. الرسم أنا بعتبره هو أهم طريقة تنوصل رسالة. نحن إيه أنا معه، عندنا المرأة العربية رائدة بكل شيء ولكن مظلومة بمطارح كتيرة.
والفكرة اللي كان عم بيحكي عنها الزواج المدني، الزواج المبكر جدا واللي بعدنا منعاني منه والبعده أثر وبعده لهلأ عم بيعطي باد إفكت، يعني عم بيعطي شيء سلبي. أنا كتير حبيت الفكرة، ليه لا، قادرين نوصل للرسالة بالكلمة بالصورة بالغنية بأي شيء. فكتير أنا، وهيدي الصورة اللي أنت هلأ رسمها عن كندا جد هي تمثل هالدولة اللي هي أمنا التانية، يعني هالمنظر اللي أنا شايفه بهيدي اللوحة هي أنا بعتبر الإنسان الهوملاند اللي له هو الأم في أمين، الأم اللي هي منخلق ومطرح ما منعيش هي أمنا التانية. فهيدي الصورة واللوحة معبرة جدا لهالأم اللي حضنتنا وحضنت كل الشعوب اللي إجت من أقاصي الأرض على هيدي البلد تتحصل على الحرية على الكرامة على العيش المحترم تنأمن مستقبل لأولادنا. بالكوفيد 19 نحن براود إنه نحن عايشين بهيدي الدولة اللي أخذت رعاية تامة واللي عملت أكشن، يعني اللي أهم دول اللي حدنا هي جارتنا، شوف المعاناة اللي هني عم بيعانوها، في حين نحن الحمد لله الكيرف اللي قلنا عم ينزل وسبقنا كل الأمور. أنا كتير بشجعك، كتير حبيت هيدي الصورة. نحن لازم لهيدي البلد نشتغل نقدم، لأنه صدقني قد ما اشتغلنا لهيد البلد وعطينا بيكون قليل جدا، لأنه هي بلد فاتحة مش بس إيديا، فحاضنة كل العالم من دون تمييز عرقي ولا لوني ولا ديني ولا أي، هي فاتحة وحاضنة الجميع. فنحن العرب عطول عطول والجالي لازم نشتغل على شغلي انه نرجيهم قديه نحن مقدرين، لانه هن مش طالبين منا شيء. اصحك تفتكر هن طالبين هيدي الطاقات اللي عنا تعطي لهيدي البلد، وتشز نحن جينا لهون عشان هيدي الشغله تحت لي نحن ببلادنا. وللاسف انا جدا صريحه وما بجمل الامور، نحن ببلادنا ما عنا فرص، كل واحد عنده طاقات، عنا طاقات بشرية، عنا متعلمين، عنا، ولكن ما عنا فرص. نحن منجي على هيدا البلد، أنا بأكد بهيدا البلد كل واحد عنده طموحه بيوصل له، وأنت إذا تبرت واشتغلت وعملت معرض صدقني هون أكثر ناس بيدعموا بيساعدوا الفن. فأنا بشكرك كتير كتير على هيدا اللفتة، وانا اكيد متابعه جمال وبعرف قديش انتم الاسوسيشن اللي لكم قديش اشتغلتوا، ولازم وهذا واجب علينا تحتينا رد جميل لهيدا الناس اللي فتحت لنا حضنها واستقبلتنا كلنا من دون اي سؤال شو دينك وشو عرقك. صحيح والله صحيح. طيب انا بس شايف انه المود تبع الجلسة محتاج كمان أغنية من حسن. والله على قبل ما يغني حسن، أنا تسمحوا لي يلا تسمحوا لي نسمع حسن. ما بعرف إذا أنت بتعرف قدود، ما بعرف إذا بتعرف الدو قدود. في عندي أنا أمنيتين، يا ريت إذا في قدود، إذا لا دقت ستي ما بعرف إذا بتعرفها، ولكن أنا بظن محمد علي بيعرف شو بقصد بدقت ستي. بعرف بتعرفوها، سو يا ريت إذا بتعرف يا خدود يا دقت ستي سمعنا إياها بليز. بس في كلمة كانت أنت عم تحكي، عفوا أستاذ محمد، عم تحكي بالأسانس تبع سوريا أو دمشق، يعني أنت عم تحكي بأغنية. أنا كنت روح على مدى دمشق القديم بس تحت لي اسمع قدود واسمع النغم. لا هاي اسمها رقصة، اسم الأغنية رقصة ستي. أيوة. وهاي أغنية تراثية جدا، يعني ما بيعرفها غير الهنود الحمر تبع سوريا. يعني أنا من هون. قبل ما نبدأ تفضل محمد عيسى، كان عنده كلمة. لا انا كان عندي سؤال بس لمحمد علي. هلا المواد اللي، شو المواد اللي اشتغلتها بهاي اللوحه؟ اكريليك. والله يا استاذ محمد كثير، يعني في خامات كثير انا بستخدمها، يعني انا بعشق الزيت، بعشق الوان الزيت. اوكي حلو. بشتغل هاي لوحه زيتيه. اوكي يعني زيت على كان بس. اوكي يس، عاشت ايدك. الله يسلمك، كثير حلوه. يا أخي الزيت مع ناس بيكون للأكل، والزيت طبعاً مع ناس. طبعاً أول شيء أنا أعتذر من الله.
دغري حولته للزيت الالي وزيت الهيك حول على كل يختلف يا رجل. تفضل استاذ حسن. تفضل استاذ. للاسف الشديد طبعا انا الاغنيه الثانيه اللي طلبتها مدام كوبال ما سامع بها اصلا يعني. قطعا ما سامع بها لازم. وبالنسبه للقدوم ان شاء الله ان شاء الله انا I will google it يعني I will youtube it يعني يعني اشيكها على اليوتيوب واشوفها. بالنسبه للقدود يا سيدتي الفاضل مش 109 شهر من القدود الحلبيه كلها احنا نسميها بشرقي مقامات شرقيه. وبما انه انا جيتاريست وبما انه الاوركسترا الكنديه مو وياي يعني انا وحده حاليا فيعني ما تضبط القدود ويا الجيتار مو كلش تضبط. بس دكتور جمال طلب شيء لناظم الغزالي أي شيء في العيد أهدي إليك أي شيء في العيد أهدي إليك يا منى وكل شيء لديك سوان فأم دملجا من نظار أحب القيود في معصميك لا 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 أحب القيود في معصميك طالعة من بيت أبوها رايحة البيت الجيران فاتمة سلم عليا يمكن الحلو زعلان طالعة من بيت أبوها رايحة البيت الجيران فاتمة سلم عليا يمكن الحلو زعلان قلت لها يا حلوة ويلي عطشان ويسكيني قلت لها يا حلوة رويني عطشان ويسكيني قالت لي روح يا مسكين قالت لي روح يا مسكين ميما والعطشان طالع من بيت أبوها رايحة البيت الجيران فاتمة سلم عليه سلام. برافو مبدع حسن دائما مبدع عزيز يعني والله. انا بدي احكي معلش احنا يمكن الانترنت مش معطي حسن حقه. حسن لما يكون على المسرح بكون زي الاسد اللي صوته في الغابه يزأر فبتشعر انك انت بتهتز لما حسن يغني يعني بتشعر انه المسرح كله بيهتز ففعلا يعني ما يمكن انا اعتذر من الجميع لكن لم يعطي هذا اللقاء حسن قدره وحقه يعني هو ذلك مع ذلك دكتور مع ذلك صراحه يعني انا شايف انه حسن تحدى التقنيات وتفوق عليها يعني بالرغم من المشكله في النت الا انه استمتعنا وطربنا صحيح. وانا طبعا اذني موسيقيه زي ما بتعرف يعني استطيع اني اقيم الصوت مضبوط
صحيح. يعني ما شاء الله عليه كان أداء رائع. إلي الشرف والله، إلي الشرف. وأنا أعتذر والله، ما أعرف شنو المشكلة، يعني ما أدري وين المشكلة. أحيانا الإنترنت السيجنال يمي واضحة، بس بعد ما يخلص اللقاء بتسجل لنا مقطوعة هيك بصوتك رائعة وننزلها للشباب على في التعليقات إن شاء الله. محمد إن شاء الله. من أول أيام حسن أكيد عنده مشكلة عنده مشكلة في النت حسن، يا بس شوي لحديت المودم تاعه للإنترنت أو بيقرب للأوضة اللي فيها إرسال ممكن أكتر يلقط أكتر للأسف، لأنه الغنية اللي غناها كتير عزيزة على قلبي. جميلة والله. وهيدا الشيء وقت بتسمع هيك غنية بتردك للطفولة، بتردك لبلدك، بتردك لناسك. يعني أحيانا شغلة بسيطة بنسمعها نحنا بترد الحنين وبتشغل أشياء كتير براسنا وبتعطينا نتفة فرح ونتفة أمل لقدام. هيدا الغنية من أحب الأغاني لإلي من أنا وطفلي، يعني بأهلي كانوا ناظم الغزالي، يعني ما بدناش نحكي ونعرف وإلا هو يعني I think هو يعني أنا قصدي معروف، بس هيدا الغنية لألو أنا ذكرتني بطفولتي وذكرتني بأشياء كتير حلوة، فعن جد حرام ما أخذ كتير حقه، وأنا كتير هيك بتشكره لحسن. محمد عيسى حبيبي. هلا إيه. إيش أكثر نص أنت قرأته أثر فيك وعمل لك حالة، بغض النظر شو هي الحالة، ممكن تكون حالة فرح، ممكن تكون حالة حب، ممكن تكون حالة اكتئاب لا سمح الله، ممكن تكون حالة غضب لمدة 3 أيام. والله أنا بشوف دائما يعني من أقرأ أكتب على صفحة مو على الكتاب، لأنه أنا ما أشخبط على الكتب نهائيا، لذا كل الكتب اللي عندي تلقاها نظيفة وما بها ملاحظات، بس أنا وكأنك مش لامسها. أي اعتزال طبعا، انا عندي عاده دائما من افتح الكتاب لازم اشمه، مستحيل. هذا ادمان يا سيدي، هذا عشق. هذا موضوع حالتك حالها، هاي لازم اي والله انا لازم اكتب عن حالتك معناتها. اي والله بقول لك زيديني عشقا، زيديني كتابا. زيديني كتبا، زيديني كتبا. ف شو اسمه، فدائما قلت لك اكتب على جنب، و يعني اجيب ورقه وقلم واكتب او اخلي هذا البوك مارك على نفس الصفحه اللي بيها الكتاب او هذه المقوله او النص او فدائما. قبل كم يوم يحضرني انه طبعا اكو روايه لكاتب سوري اسمه زياد عبد الله، اسمها دايناميت، معروف دايناميت اسمها الروايه. في مقطع أنا وقفت عنده وانذهلت وظليت مصدوم لمدة يوم كامل. المقطع هو يعني إحنا هسه المفروض نعيش يعني حزين جدا. الوصف كان يوصف حالة من يدخل البيت ويلقى والدته متوفية. يا أخي كمية الألم والحزن وهو التفاصيل الدقيقة اللي ذاكرها بذاك المقطع. يعني هو ما شاف الحالة، بس تخيل أنه هو ودي يسرد أنه شلون والدته توفت، يوصف قبغ القدر من يوقع على القاع ويسوي رن على الكاشي. فهذا مقطع جدا أثر بي، وأثر بي قبل كم يوم مقطع من رواية كنت أقرأها أيضا لسليم بركات. الرواية يعني المقطع يحكي عن شخص مترجم قضى عمره كله يترجم كتاب صغير من اللغة السريانية للغة العربية. فمن يجون شرطة للبيت يفتشون بيته، يقول له ها شنو هاي الكتب؟ الكتب هي عبارة عن 50 مجلد الترجمة صارت عنده. فالشرطي يقول له ها شنو هاي؟ يقول له هذه ترجمة لكتاب. فيقول له شنو الكتاب؟ قال له كتاب اسمه كذا. قال له هذا الكتاب سرياني هو صغير، انت ليش مترجمها هيك؟
قال لي انه بي تفاصيل هوايه، فقال يقول له للشخص المترجم يقول له طلع لنا هاي الكتب وخليها برا. فيقول له ليش؟ اول ما بدر بذهنه قال له انه راح يحرقون هاي الكتب، اعتقد انه راح يحرقون هاي الكتب. فقال له هذا يطلع الكتب، طبعا من يطلعها يوصف حالته والمشي وزوجته اللي قاعده باوع عليه شلون يطلع الكتب. المهم يروح يصفط الكتب واحده ورا الاخرى 50 مجلد، ويقول له لهذا الضابط يقول له اترجاك لا تحرقهن ولا تسوين شيء. قال له لا ما احرقن انا، بس عندي طلع الضابط مد ايده بجيب بالستره مالته ويطلع يقول له عندي مسدس جديد بعدني ما مجربه. فهذا زوجته منك خافت انه راح يقتلوه هو للشخص، ما طول عليك الضابط راد يشوف الطلقه مال المسدس ماله تخترق كم مجلد. بس الوصف اللي يوصفه هو، طبعا هي ثلاث صفحات هذه الاحداث كلها وانا دا اختصر لك اياها بالسريع، هي يعني ختام الكتاب، يعني انه ورا ما يضرب الطلقه تضرب الكتب وتوقف في مكان معين يقول للزوج تروح يجيبي لي فد شيء، اكو فد حدث بيناتهم يصير بنص الكتاب بالروايه، فيقول لها روحي جيبي لي بزر واريد اقبلك على خدك. فهم من كانوا مراهقين هو كان يقول لها انا راح اقبلك حتى ورا ما يعزل السوق لانه عايشين بقريه وكذا، فيجي يقول لها روحي جيبي البزر، فبتجيب البزر هي يوقع من يديها البزر، ووقعت اخر يعني سقوط اخر حبه من البزر هو يتوفى المترجم. فكلها شغلات حزينيه. انا شايف الاحساس تبعك وانت دراما، هذه دراما تدري شنو محمد عزيزي، هذا مخرج مضبوط وما يحتاج للوكيشن قوي، مصور وممثلين ثلاثة أربعة، يصير مشهد لفيلم قصير. صحيح. طيب بدنا نحكي عن شغلات حلوة صارت معنا خلال فترة الحجر. نبدأ مع حسن. والله دكتور أنا المشكلة من بلشنا بالحجر، طبعا هو أنا بصراحة ما أحب أسميه حجر، أسميه اللي هي رحلة العودة إلى الاهتمامات والمواهب. حلو حلو، تعرف شلون هم يعني على مود to be positive. أي to be positive. أنا المشكلة لما نبلش الحجر كنت بعدني بالثلث الأخير من السيمستر مالتي، فنبلش كويزات وأسايمنتات وكله أونلاين، فيعني اليوم يلا ها اليوم يلا تنفست الصعداء وقلت يلا راح أدخل الموسيقى وأضخ موسيقى. أي فأتخيل أتذكر بوحدة من المواقف، كان عندي زوم كلاس، يعني محاضرة على الزوم، وإحنا متفاعلين يعني الطلاب دا نتناقش شي هنود وشي منا آسيويين وإحنا العرب ودا نتناقش على فد بروغرام، وابني رامي طفر بنص الكاميرا بهالشكل، بحيث يعني انا طبعا وانا كنت المتحدث، يعني انا كنت المتحدث، فدا اعطيهم الميثودز اللي براسي، كانت الماده اتخيل ماده اسمها بروجكت ادمنستريشن، فدا اشرح لهم يعني اقول لهم يعني ترى شوفوا هي از مانجمنت ستاف وما ادري شنو، دا نحكي كونتراكتس وبيدز، وابني رامي طفر بهالشكل، بحيث يعني التشتت اللي صار عندي. طبعا وراها سويت انا تيرن اوف الكاميرا، سويت ميوت الميكروفون، يمكن قعدت 10 دقائق بس اضحك اقول ان هاي الكورونا سوت بينا، يعني جابت الدراسه وابني بمكان واحد. الله يخلي لك اياهم. الله يحفظك. الله يخليك. كوبال شو صار معك شغله؟ هلا انا نحن كل يوم بصير معنا، بتعرف انه قلت لك لنا زمان ما جمعنا بتصير اشياء فني، بس بدي احكي شغله صارت معنا ما بعرف اذا فني بس حلوه. ابني قاعد تحت بالاوضه دق الباب، انا فوق باوضه النوم، سو بتعرف انت هلا ليزي هيدا العمر ولا يفتح الباب، سو فتح الباب فيش حدا، طلع بيقول لي رن، قلت له انا مين كان برا؟ قال ما فيش حدا. فانت بتعرف ان احنا العقل العربي كانه حدا جاي يعمل شيء على الباب، كانه
الباك جراوند يعني كانه حدا جاي عنده شيء كوفي هيدا الفيروس. سنزلت بدي عم بفتح الباب، قال لي ليه عم تفتحي؟ قلت له بدي افتح نورا الباب انا نعرف شو مين فتح الباب. فتحت الباب طلعت هيك في الشيء، طلعت بالارض لقيت كيس. يا قربت فتحت الكيس لقيت كاندي كوكي الكيك. قمت انا قربت لامسكه بقول لابني لا 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 هيدا ابني اللي عمره 21 يعني نو ما بتدقري. قلت له ليه؟ قال بركي حدا حطتنا بقلبه شيء، انت كيف تدقري كيس وبركي حدا؟ يا الله دخلك. هلا ابني الصغير انا عمره 12 سنه هو عارف في كيس كاندي، ان شاء الله شو ما كان في بقلبه بده اياه. فبيقول لي قلت له انا صاروا يختلفوا من فوته وما من فوته، لا قلت لهم رح نفوت الكيس لانه ما معقول واحد حاططنا كيس قدام الباب. ابني الكبير بيقول لي نو دغري اعملي له ريسايكل. هلا ابني الصغير قاعد هيك قال لي ماما ما بتعمليش ريسايكل وهودي الكاندي انا بحبهم. قلت له طب كيف بدنا ناكل شغلي من حدا شيء ما بنعرف انه مين حاطط هون هيدا. فدقيق قال له شو بدي اعمل شو بدي اعمل. صرنا نطلطل هيك فيش حدا، صرت اطلع بيوت الجيران انه في حدا في قدام بيته كيس مثلا، فيش حدا لا حول ولا قوه الا بالله. وابني هيدا الصغير قاعد فوق كيس الكاندي يعني خلص بده ياكله بده ياكله شو في بقلبه. هيدا لذة الاطفال ما يعني خلص بطنه انسى حاطط شو في بقلبه شو في. فبيقول لي شو رايك تطلب الجيران وتساليهم. مهم طلب جارتنا قلت لها دخلك في حدا دق عليكم وكان الايستر؟ وام قالت لي ايه. قلت لها ام مين؟ هلا نحن عندنا جار مقابلنا عايش لحاله، ما بيجي ببالك يا حرام انه يجي ببالي يوزع لك الجيران؟ هلا صدفت نحن صار عندنا تراجيديا شوي بالكيس لانه ما شفناه بس باقي الجيران فاتحين واخذين الكيس. هلا انا قلت لها اوكي امنت. ثاني يوم رحت دقيت لعنده اكيد والسوشيال ديستانس. قلت له اول شيء بدي اتشكرك وبس بدي اسال انه انت ليه عملت هيك؟ لانه انت بتعرف هون انه كل واحد بشغله يمكن امرار تشوف جارك بمطرح ما تعرف انه هيدا جارك. صحيح. فقال لي انه نحن لازم نكون مع بعض، لازم نقطع هيدا المحنة كلها مع بعض، هيدا الإيستر هلأ لازم نأرجي الكل أنه نحنا one hand. وأنا بعرف أنه عندك ولد عمره 12 سنة حطيت له كاندي. قلت له صراحة اللي عمل سورفايف للكاندي وللأكلات هو اللي عمره 12 سنة اللي رفض أنه نعمل له الريسايكل وقال لي بدنا نيكولون وبدنا نيكولون. فاهم قلبي المؤمن، قلبي المؤمن دليله دليله. والأحلى من هيك أنه هو ما قبل، كنت اخذت له شيء انا رفض. قال لي انا مش عم جيب شيء تجيبوا لي، انا بس لحد عم جيب شيء تذكركم انا مني بشيء. فهيدي ما بعرف اذا مسج لنا كلنا لحتى نحسس الجيران انه اوكي حقيقه كل واحد قاعد ببيته لكن نحن بنحس ببعض. هيدا شيء فان كثير صار معي واكلوا ابني قضى عليه كله. هيدا عمره 12 صح. محمد التميمي شو سويت؟ اوه أنا شو سويت؟ أنا عملت أشياء كثيرة. أول شغلة سويت أنا وياك هالبرامج هذه الحلوة وتشرفت لي أطلع أنا وياك فيها وعملنا فيها إن شاء الله إن شاء الله نكون عملنا فيها شيء متنوع. أنا بشوف واحد من الإخوة بيسأل، ظاهر إنه أول مرة بيتابعنا. إحنا بنقدم برامج متنوعة مختلفة يوميا، كل يوم في موضوع بنحكي فيه، المواضيع اللي هو بطلبها نحكى فيها في حلقات ولقاءات ممكن يراجعها ويشوفها في اللقاءات اللي انعرضت. في لقاءات فيها خروج عن المألوف بدون برنامج، منها هذا اللقاء تبعنا زي المقهى اللي بنجلس فيه. على العموم أنا بدي أحكي الشيء الفن. إحنا آخر شيء صار فن، طبعاً كل يوم بصير أشياء فني بتجمعنا مع 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 في العيلة في البيت، لكنها بتكون خفيفة يعني مش فني ثقيلة يعني. بس آخر شيء إحنا طبعا بدأنا نتجرأ ان نطلب من بعض المطاعم اللي احنا يعني بنعرف انها نظيفة في عملها وشغلها، وبنجيب منها وبنبدأ يعني مرحلة التعقيم والتأكد انه كل شيء تمام. المهم يبدو انه الدرايفر اللي جاب الاكل يبدو انه البروسيجر عنده انه ما يرن على الجرس، مع العلم انه احنا منبهينهم انه يرن على الجرس.
ما شفنا حد رن على، ما سمعنا صوت جرس ولا سمعنا شيء. والمفروض على التطبيق موجود انه وصل وطلع. طيب وصل وطلع وما فيش جرس، طيب فين؟ فحكينا طب نتفقد الباب. فابني طلع بتفرج من الشباك تبع الباب ولا بيحكي ايه هذا عماله بياكل فيه. كيلو بياكل بايش؟ ولا هيك عماله بياكل بالاكل. كيلو كيف بياكل بالاكل؟ هذا جاي وصله ولا جاي ياكله؟ ولا بحكي لا استنجاب استنجاب. حلو. بس استنجاب طلع الاخ حاط الاكل وما رن على الجرس وطلع واحنا مش عارفين. استنجاب طبعا بسبب الحظر حس انه المجتمع كله صار ملكه، احنا محجور علينا اصلا، فالاكل هذا ملكه. فانقض على الاكل وصار ياكل فيه، استنقضنا بعض الاشياء منه قبل ما يلمسها بايده، وتركنا له الباقي تبرعنا له فيه، يعني تركنا له بعض الاشياء تبرعنا له فيها. فهاي كانت الليله يعني. ابو حميد محمد عيسى بعديها حنتقل لمحمد علي. هلا يعني شيء فني انا ما حقيقه ما صار وياي، بس راح احكي لك نكته هي دزوليها صوره من العراق. شباب اصدقائي تقول، فالصوره بها صوره كلاب سائبه اثنين مكتوب عليها انه في زمن الكوفيد 19 الكورونا فيروس، فواحد من الكلاب يقول للثاني يقول له يا اخي والله اشتقنا نشوف البشر. وفعلا احنا انحجرنا وهم فلتوا. وهم بعدهم هناك فلتوا على الاكل. احنا يعني غريب الدنيا، نحن جوا وهن برا. حتى اوردر الاكل اكلوه. محمد علي هلا انا حبيت في الموضوع بصراحه، حبيت في الموضوع انه ما عاد في شغلات انه انت لازم تظهر بشكل رسمي او تظهر بشكل انت لابس على اخر طراز. يعني هلا انا طالع هيك في كتير بنطلع بنتواصل مع اهلنا ونتواصل مع الناس كتير، من فوق نظبط حالنا قميص وكذا، لكن من تحت بيجامة. يعني هلا انا متاكد انه الكل لابس بيجامات من تحت، الظاهر انسان ومظبط حاله من فوق. لذلك هذا شغلة حلوة، يعني بكرة ما بيمنع بكرة مسؤولين يطلعوا ويصيروا يحكوا، لكن بجامات من تحت يعني. اللي صار يمكن أرضي عم يعملوا أكيد ما بنعرف شو عم يصير من تحت، لكن بشكل عام صرنا كتير أصدقاء للبيجامة، وصرنا نتمنى نلبس البنطلون. يعني ما عاد في لا بنطلون ولا عاد في شيء من هالقصص يعني. لا البنطلون هلا يقول لك I miss you. طب محمد علي تفضل، بدي تحكي لنا عن هذه اللوحة الثانية اللي انت رسمتها. هذه اللوحة يعني انا استوقفتني كثيرا. هاي اللوحة الجديدة اللي رسمتها انت. هلا هاي اللوحة بصراحة يعني هلا انا مثل ما حكت المدام كوبال يعني إنه كندا بصراحة هي حاجة مميزة من التقاء الأديان كلها والمذاهب والطوائف كلها، يعني مثل الفسيفساء الحقيقة كندا بصراحة، وشيء رائع بكندا بتحترم كل الأديان وبتحترم كل الطوائف والمذاهب قاطبة. فبصراحة حاولت إنه أجسد، يعني تقريبا ما بقدر أنا أحط كل الأديان في صورة واحدة، لكن حطيت الديانات الكبرى أو الديانات اللي هي أكثر بابلر يعني. يعني إنه طرح الفكرة إنه كل الأديان بشكل عام اجتمعوا بيدعوا للإله الواحد، إنه من زاوية تشكيلية سويت هذا المشهد من زاوية تشكيلية تحت دائرة التسامح والمحبة بين الأديان. لذلك حاولت إنه أسعى لتجسيد هذه الفكر بمشاهد بصرية يعني. فالخلفية كانت هي علم كندا والكمامات طبعاً والمعاناة، كل واحد بيدعي بأسلوبه، كيف المسلم بيدعي بيرفع إيديه، كيف الديانة البوذية كيف بتصلي عند الدعاء لله، وكذلك المسيحية كيف تدعي، وكذلك اليهود كيف بيدعوا، وكذلك الديجينيس بيبول والهنود السكان الأصليين حاولت كمان أجسدهم باللوحة لأنهن أساسياً بكندا.
فحاولت يعني بصراحة هاي هدول أولاد البلد، هدول أولاد اللي كونوا كندا واللي شكلوا كندا. فحاولت إنه بعطي صورة بشكل عام كيف الكل الآن، كل الأديان وكل الطوائف هي تحت مجتمعين متحدين مع بعض عشان إنه ربنا يرفع البلاء بهذه الظروف تحت رمز الوحدة أو اتحاد الأديان كلياته مع بعض. فأنا يعني رمزية هي بشكل عام يعني حاولت إنه أجسدها بهالطريقة. فهي قلت لك يعني شغلة وجدانية، شغلة مشاعر، كيف تشعر أنت في 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 المحنة اللي، وحكيت أن الفنان أكثر شخص هو بينقل الصورة الوجدانية للمتلقي، فأنا دائما بحاول أنقل صورة يعني من القلب يعني دائما. وحاولت أنه أعطي الفسيفساء الكندية كاملة تحت مسمى واحد هو الاتحاد الديانات السماوية مع بعض، وكيف وقفوا كلهم وبيصلوا وبيلهجوا بالدعاء عشان أنه ربنا يرفع البلاء. فهي هيك معناها بشكل عام. آمين. مين بحب يعلق؟ تفضل. وأنا بحب أسمع يعني كمان تعليقات يعني كل واحد أكيد رح يشوفه من منظور مختلف. أنا بقول لك شابوبا، لوحة كتير حلوة، ما في داعي تحكي عنها لأنه هي عم تحكي صحيح. واضحة الرسالة واصلة، وعن جد شابوبا للفكرة، وعن جد الإنسانية اللي جويتك واضحة، الرسالة الإنسانية اللي جويتك بدك توصلها واضحة بالصورة. Thank you so much محمد. تسلمي خليلي ياك يا رب. أستاذ محمد، لوحة رائعة والله، فعلا لوحة رائعة ومعبرة، مثل ما يقولون سهل سهل ممتنع، يعني السهل الممتنع يعني. أنا صراحة اللوحة يعني بجوز بتعمل شجون كثيرة يعني. أنا برأيي إنه التميز لا يعني الانصهار. فلما كل وهذه واحدة من الأشياء المهمة جدا في كندا. يعني كندا لو كانت زي بعض الدول اللي بتقول إنه إحنا مرفوض عنا إبراز الهوية الدينية، ربما أنا شخصياً من الناس اللي يكون عندي إشارة استفهام على إنه هذه دولة قابلة للحياة أم غير قابلة للحياة. لكن كندا تؤكد على وجود الهوية الدينية، ولكن مع وجود الهوية الدينية لازم يكون في التسامح والتعايش بين الأديان. لازم يكون مع وجود هويتي وهوية فلان من خلفيات مختلفة ولا نخفيها، لكننا نتعامل بها بحب، اللي هي اللي احنا بنسميه في الاخير ملخص الانسانيه. لانه احنا خلفياتنا ومرجعياتنا كثيره جدا، يعني الها اول وما الها اخر، لا تنتهي ولا تنحصر. فوجود التميز في اللوحه من غير مواربه، صحيح. من غير تعميه، من غير تضليل، بشكل واضح، لكن الكل يسعى الى هدف واحد اللي هو النجاه بالمركب هذا، اللي هو الحياة الصحيحة والسلامة والعافية، ماشي، وكله يدعو نفس الدعاء بالرغم من اختلاف المرجعيات، لأنه بدعو نفس الدعاء، كل واحد بدعو بخلفيته لكنه هو هدفه واحد ودعاءه في نتيجة واحدة. لذلك كلمة آمين هي آمين على الجميع باختلاف اللي موجود، إلا أنه اتفاق على الدعاء الواحد. صحيح. مع هذا الروعة في التعبير اللي أنا شايفه، وأنا على فكرة أنا في رأيي أن الرسام قدرته في التعبير بالرسم بريشته أكثر من قدرته بالتعبير بكتابته. أكيد. ولذلك رب العالمين خلق رسام، لأنه هو بيستطيع أنه يعبر بالريشة هذه ما لا يستطيع أن يكتبه كثير من الكتاب. لكن بجوز بدي أسأل سؤال، يعني وأنا قناعتي إنه الرسام مش بالضرورة يجيب، لأنه الرسام برسم مشاعر، والمشاعر هذه لما بتطلع بتنكتب، زي اللي بكتب قصيدة ممكن يكون أول بيتين بتكلموا بشيء، الأبيات الثانية بتكلموا بشيء ثاني، فمش بالضرورة إنه يكتب كل حالات العامة تبع الكون،
هو بكتب مقطع، باخذ مقطع، باخذ مشهد بحطه في بيتين، الرسام كمان بياخذ مشهد وبحطه في لوحة. لكن سؤالي إذا كان موجود له إجابة، هل كان بالإمكان مثلا أنك تعبر عن باقي الأديان والمذاهب والطوائف بصور خلفية تعطي هذا الانعكاس؟ السؤال الثاني، ليش أنا حاس أنه كلهم نساء ما فيهم رجال، واللوحة السابقة كمان امرأة؟ السؤال الثالث، الله بعينك علي، مش مني السؤال الثالث، لا. السؤال الثالث من 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 ميسون أتوقع. ميسون. بتحكي إنه مش شايفة من العرق الأبيض أي حد. أنا شفته، ترى هذا اللي الثاني واحد اللي هو اليهودي عرق أبيض مبين عليه، مش عارف إذا مش مبين عليه أبيض. لا أبيض. يعني العرق البني والأصفر والأسود والأبيض كلهم موجودين. ولا لا مش أبيض يا جماعة، أبيض. طيب تفضل. أيوة. هلا أنا بشكل عام يعني ما بقدر كفنان، إنه أنا بعطي رمزية، يعني أنا ما بقدر أحط كل الأديان والطوائف، أنا حكيتها من البداية ما بقدر أنا. لكن حكيت الممكن أحكيت يعني بشكل يعني رمزية الأديان الكبرى بشكل عام. يعني هلا في أديان، إحنا خلينا نحكي من ناحية الأعداد، من ناحية الديانات اللي إلها أعداد وإلها وجود بالعالم بشكل أكبر، يعني لا تعد ولا تحصى. نعم. لا تعد ولا تحصى في أديان. بالضبط. أنا ما بقدر يعني، أنا هي شوف، أنا لوحتي يعني هي دائما، هي أنا بوصل فكرة، يعني أنا ماني مستعد أعطي أي شيء بالتفاصيل التفاصيل التفاصيل. يعني ممكن أعطي رمزية صغيرة يعني بتدل على شو أنا مقصود، لكن أنا حطيت هدول الأشخاص يعني هم بيرمزوا للأديان بشكل عام. أنا ما قصدي إنه الأديان كل الطوائف كل المذاهب، لكن قصدي إنه بشكل عام إنه متحدين الأديان، يعني هيك الرمزية. أنا ما بقصد إنه كل الطوائف مفهومة، يعني هي رسالة وهي فكرة، يعني وهي إنه عملية إشهارية إعلامية وتنبيه الناس وتعطيهم فكرة ودفع معنوي كبير، أنا هذا اللي بفكر فيه. فبس يعني أنا ما، أما موضوع العرق الأبيض لا أتصور موجود، يعني أنا ما لم أقصد إنه هذا عرق أبيض، هذا حبيت إنه أحط شخص آسيوي هو اللي يمثل البوذا، وشخص يعني من إفريقيا، وشخص يهودي، وشخص indigenous people. ما يعني ما في ألوان، وحسب الفكرة ما عندي تصور إنه هذا أبيض هذا أسمر. بشكل عام أنا أعطيت رموز، يعني لم أقصد هذا أبيض أو هذا. جميلة جدا، تسلم وديك. تسلم يا رب، تسلم. طيب تفضل. والفنان بشكل عام يحمل، يعني دائما يحمل في بشكل يعني ما بقدر يشرح كل شيء بالضبط، لأنه دائما له خصوصية بأي لوحة، يعني دائما. صح أكيد. 100% لأنه هذا شيء أنت رؤيتك نظرتك بالضبط، يعني ما بتقعد بتحلل ولا هوني شو بده يصير، لا هوني شو هي رمزية. نو هيدي الفكرة اجت على راسك، الرسام مثل الشاعر بيحطها دغري قدامه وبيعمل اي اندرستاند. تماما. هلا انا راح احكي عن اللوحه من الناحيه التقنيه، انه انت الالوان اللي استخدمتها والتدرج اللي سويته الوان مريحه للمتلقي، وهي يعني في بعض الاحيان من اكو اللوحات من تشوفها تكون حاده الوانها، بس لانه المصيبه كبيره وحاده انت استخدمت الوان اعتقد هادئه ومريحه للعين تسوي ريليف للمتلقي، لانه هذا الهم الانساني المشترك هو ما يميز واحد اسمر واحد ابيض واحد اخضر واحد احمر واحد كذا، انما هو هم انساني مشترك كلنا يعني نعاني من هذه جائحه كورونا. ويعني الرمزيه اللي تنطيها للمتلقي تبقى، يعني انت اعتقد يبقى هو يريد يضيف ديانات خياله وبتفكيره دائما، يعني يريد يضيف عندك باك جراوند ابيض واحمر تقدر تستخدم بيها ميكس ميديا وتخلي بيها وتطلق العنان لخيالك وتضيف ما تريده. حكيت من البدايه عن الفسيفساء الكنديه، بصراحه يعني بصراحه هي حاله يعني أنا ما شفت مثل البلد بهالفسيفساء الموجودة بكندا. يعني صراحة يعني أنا كل المذاهب كل الأديان وكل الطوائف
كل الملل، كل الأعراق موجودة في هالبلد وكلها متعايشة بشكل جميل ورائع صراحة، وأنا بحترم هالشيء وبحب هالشيء جدا. يعني أنا من طبيعتي بحب إنه ما في حدا هذا بينظر على مذهب معين أو بشكل إنه يعني متوجه له أكثر أو شيء، بالعكس يعني أنا هي كل الديانات هي ديانات سماوية وكلها بتدعي للتسامح يعني. فلذلك أنا يعني رسالتي رسالة محبة وتسامح يعني. أكيد أكيد. على شوف اللون اللي أنت مستخدمه يتماهى ويا اللوحة اللي عندي فوق. شوف. لا صدق إني وصلت. هذا صوفي ها؟ درويش هذا. أوه. هاي الصوفية يا باشا. أي صوفي، أنا أعشق الصوفية. صوفية يا باشا الصوفية. إيه. لكن في طلب للحلاج كمان اذا بتعصب في طلب ترى الحلاج اكيد طبعا بحب الحلاج وبحب الرومي وبحب ابن عربي وبحب السهروردي محمد عيسى حبيبي. احنا في عندنا الاسبوع القادم في عندنا لقاء نشيد عشان تعشق الصوفيه ايه ان شاء الله جاي يعني حاضر اهلا وسهلا من روحاني دكتور جمال صوت واضح 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 حبيبنا خطة رعدنا الفرح عليك صوان شموم خوفا يمر بالعقد رش العقد بدموع يا قليبي وين الحزن حجر الحجر مرفوع دومك تون ونتك تبجي بدمع مفجوع طيفك يا الجذاب فوق السماء مرفوع بالك تصيح بحزن صوت الحزن مسموع خطار عدنا فرح عليك صواني شموع خطار عدنا الفرح عليك صواني شموع شقبال ليلك غضب بالك تفز بالليل دافن فصيص الامل مسهر نجوم سهيل والريل فات وجزال ومالك شغل بالريل حط النمو قد جمر ورود سعير الويل ذوب شموع الوصل فقد حباب الهيل بس نايبوب الأمور طيف العمر ملسوع خطار عدنا فرا نعلك صوان شموع خطار عدنا فرا نعلك صوان شموع أصابك عشق أمرمي بيتهمي وما هذه إلا تجية مغرمي أصابك عشق أمرمي بيتهمي وما هذه إلا سجية مغرمي ألا فاسقني كاساتها وغنني بذكر سليمة والكمان ونغمي أيا داعيا بذكر العامرية أنني أضع عليها من فم متكلمي أيا داعيا بذكر العامرية أنني أضع عليها من فم متكلمي يغار عليها من رقيق ثيابها إذا لبستها فوق جسم منعمي إذا لبستها فوق جسم منعمي أخبار وش نسوي بحياته وين اللي وحشني بغيباته يا ديار كيف الحال يا ديار هل يا ترى مثلي ميت بنار أخبار شو نسوي بحياته
وين اللي وحشني بغيبته يا ديارو كيف الحال يا ديارو هل يا ترى مثلي ميت بنارو لسه أنا على حطة إيدي أشتاق أنا الروحة وصوتها وعيني ما أريد للدنيا سوى أطمن عليه ومشواره يا طول صبري وطول مشواره أخباره Dorai dorai hai dorai 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 برافو 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 قتل الكورونا على راسي والله الله يحفظكم شكرا طبعا احسن اشتدك حبيبي حمود اعطي مجروحه بحقك انا دائما اقول على راسي والله احسن الشباب العراقيين المبدعين اللي دائما نفتخر هم ممثلين على راسي إلي الشرف انتوا شايفين شايفين كم عدينا من ايجابيات لمرحله الكورونا هاي هل المعرفه الحلوه هاي وال اكيد اكيد هاي أكيد, اكيد اكيد طبعا هلا احنا بعدين ان شاء الله بعد ان تنتهي هاي الازمه راح يصير عندنا حنين للوقت انه انت بعدين تريد وقت شويه عن مود تراد تقعد ويا نفسك وترجع تكتشف مره ثانيه صرنا نحضرون يو نو هذه الفيديوهات راح تنعش الذاكره بعدين بالمستقبل ان شاء الله هذا اصلا انا في واحد بياخذ صور كل شيء للاولاد كل شيء عم بيصير معنا اوريدي ايه التوثيق التوثيق مهم جدا التوثيق مهم جدا بهذه المرحله في واحد حاط صوره مطعم والناس موجودين في المطعم وبيحكي تخيلوا يا ناس تخيلوا انه هذا الكلام كانوا الناس يجتمعوا في المطاعم هذا الكلام من 2019 كانوا الناس يجتمعوا بالشكل هذا في المطاعم طبعا احنا اليوم بس قبل ما نختم كنت عم بقرا كتاب كمان قريت شغلة صغيرة كتير فيها حكمة قال كانوا بالأول وقت يصير في زلزال أو يصير أي شيء كان الرجل الإنسان القديم يركض على الكهف ويتخبى لحتى يوقف نفسه فنحن اجتنا فيروس يا جماعة هل قد زربت العالم كله ببيوتها هل قد مين كان بيقول أنه رغم هذه التقنية ونحن عم نحكي مع بعض وكل واحد ببيته وهذه التقنية وهي العلوم واللي وصلوا له وجرسومة صغيرة زربتنا ببيوتنا بس أنا بقول لك يا كوبال هاي فترة جيدة أنه عملت ريست لكتير شغلات منها البيئة منها العائلة منها صرنا نفهم أنه شراء الشغلات الإضافية اللي ما لها داعي بطل فعلاً ما لهاش داعي تعرفنا على أولادنا تعرفنا طلعوا كويسين يعني العيلة كويسة أنا يعني والله إلي زمع بيقول لي والله ماما أنت منيحة يطلعت منيحة طبعاً في سؤال لمحمد عيسى بقول لك رشح لنا فيلم السهرة رشح لنا فيلم السهرة هلا فيلم السهرة أنا بارح البارح شفت فيلم اليوم أندر إيش كان اسمه أندر جراوند ولا في كان واحد قبل أسبوع أنت رشحته ماد باوند ذاك ماد باوند أوكي ماد باوند هذاك فيلم يعني رائع دائما الأفلام اللي رشحها يعني تكون ماخذة جوائز إما جوائز بفستيفالات أو مهرجانات أو جوائز النقاد اللي هي أهم عندي من جائزة الفستيفال أو المهرجان أوكي
فبس في اوكي عفوا. بس انا بدي اعقب انه في ان شاء الله تكون حضرت فيلم كفر نحوم. انا صار لي هلا بهيدي الفتره اللي قدرت احضره هيدا اكثر فيلم بكاني مبكي. اي مبكي متعب هذا الفيلم متعب جدا وبحضره 100 مره وحلو كثير هيدا الفيلم. نحكي تكلمنا عن صوفيا في ثلاثيه لمخرج تونسي. هذا طبعا انا دائما اقول لازم واحد يشوف هذه الثلاثيه. الثلاثيه هي يسموها ثلاثيه الصحراء، بها ثلاثة افلام. واحده الفيلم الاول اسمه الهائمون انا ماما، والفيلم الثاني اسمه طوق الحمامه المفقود، والفيلم الثالث اسمه بابا عزيز. اللي ما يشوف هذه الافلام يعني ما اقول عمره خساره، وانما يعني ضروريه جدا. افلام عربيه هذه طبعا تونسية، بها اشتغلوها بفترة الثمانينات، بس الرؤية المخرج والجو الصوفي والروحانية اللي بالفيلم، فكرة هذا الخلو والعلاقة بين الخالق والمخلوق وهذه الأمور كلها تتجسد بهذا الفيلم بشكل رهيب جدا. حلو، شو اسمه الفيلم؟ ثلاثة افلام هي يعني، بس ما مترابطه، بس هي ثلاثيه الصحراء اسمها. واحد اسمه الهائمون، وطبعا كلها موجوده على اليوتيوب. واحد اسمه طوق الحمامه المفقود، وواحد اسمه بابا عزيز. سوري اخر واحد شو؟ بابا عزيز. بابا عزيز، بابا يعني ابويا او الاب عزيز. يمكن انا علي هيدا كتاب مري علي بابا عزيز. ايه. بابا عزيز. ايه استاذ محمد، بس عندك ثلاث محمدات. قبل ما يحكي محمد خليني احنا نحكي على الكتب همين. اليوم تصادف ذكرى وفاة جابرييل غارسيا ماركيز، هذا الساحر اللي هو يعني من افضل من كتب في ادب امريكا اللاتينية. اليوم ذكرى وفاته، وراح اقتبس لكم مقتبس هيك صغيروني من روايته اللي هي الحب في زمن الكوليرا. احنا الان الحب في زمن الكورونا. الكورونا. فيقول بالروايه، يقول ان هذا الحب في كل زمان ومكان، ولكنه يشتد كثافه كلما اقترب من الموت. صحيح، لانه بحس بالفقد. الفقد. صحيح. نعم. نعم. كل ما يعني جملة عظيمة هذه بالرواية مع الحب في زمن الكوليرا، ورواية رائعة جدا، لازم اللي ما قاريها لازم يقراها. أكيد. مين المترجم يا محمد؟ بالمناسبة هذه الرواية ترجموها هواي مترجمين، ولكن أفضل من ترجم من اللغة الإسبانية اللاتينية إلى اللغة العربية هو صالح علماني الله يرحمه. يعني مترجم قدير، هو سوري من أصول فلسطينية، كان عايش في سوريا وأغلب حياته، وآخر فترة انتقل إلى إسبانيا وتوفى قبل سنتين تقريبا. أنا في رأيي الروايات اللي مكتوبة بغير اللغة العربية السحر فيها زي ما هو السحر موجود للكاتب الأصلي، لكن السحر للمترجم لا يقل عن السحر للكاتب الأصلي. صحيح صحيح، ولذلك من تقرأ في رواية مترجمة لازم تعرف أنه هذا المترجم مقتدر لو لا، لأنه في روايات مثلا. صحيح. أنا قرأت رواية لويليام فوكنر اللي هي الصخب والعنف، رواية كسرت العالم وأخذت نوبل، بس من قرأتها باللغة العربية ما استمتعت لأنه المترجم كان ركيك. نعم. بس من قرأتها باللغة الإنجليزية لازم يكون المترجم روائي وأديب، وهو بترجم يعني يكون ابن الحرفة. بالضبط. احنا يداهمنا الوقت للأسف للأسف للأسف، والمقهى حكونا لازم يسكر الأبواب، ف لازم واحد يرش مي هلا محمد، لازم نعزله بتعرف. يلا حنعطي كل واحد آخر دقيقة دقيقتين يحكي لنا رسالة، يحكي لنا أي شغلة بده إياها للجمهور للناس. مين نبدأ بكوبال؟ يلا أنا مثل ما بدي أعقب أو بدي
تلبية لطلب أستاذ محمد التميمي اللي هو قال لي رسالة للمرأة العربية بكندا. أنا رح أقول لها هلأ وبعد إن شاء الله ما نقطع هذه المرحلة. بهذه المرحلة بتمنى عليها تكون رائدة ببيتها مع أولادها، تتبع كل التعليمات اللي بتجي اللي بتصدر عن وزارة الصحة وتتبعها مش لحالها، تتبعها مع أولادها. الأعمار 20 و25 هيدا بيبقى نار وشاب ما بينحصر، قدر الإمكان تحاول تستوعب عائلتها وتستوعب to avoid عائلتها والآخر لحتى نحد من انتشار هيدا الفيروس. فهون أنا بعتبر المرأة هي الدينامو والمحرك للعائلة، وبتمنى يتاخد هذا الموضوع أكثر وأكثر سيريس، ما نتهاون بهذا الموضوع. بالنسبة لبعدين بديها تكون كتير بوزيتيف، هي ببلد إذا بتحب تتعلم قادرة ترجع تكفي علمها، ما في حدود لا للعمر ولا لا بأي مجال بتحب تروح، ما بتحب فيها تروح تعمل فولنتير، ما تضيع وقتها بخص من دون أي إنتاج، تكون منتجة لأنه إيفن لو طلعت عمل فولنتير واندمجت بالمجتمع بتقدر على القليل تستوعب أولادنا، لأنه نحن عم نجيب أولادنا لهون وعم ينخرطوا أولادنا بالمجتمع ونحن شوي عم نكون بعاد عنه. لا أنا بشجعها تنزل تروح، إذا ما بدها تتعلم تروح تعمل فولنتير، تروح تدخل بأي أسوسيشن تندمج بهذا المجتمع، تعرف تربي عائلة سليمة، لأنه وقت اللي منبتدي من عائلة سليمة من قلب البيت صدقني منبني مجتمع أضبط. يسلم حسن حبيبي دكتور. طبعا أخيرا وليس آخرا، يعني يا ريت انه ما نسميها فتره حجر صحي، نسميها فتره او رحله العوده الى المواهب الى الاهتمامات. دائما لازم يكون واحدنا معبي حاله طاقه ايجابيه. حسب رايي الشخصي انا واعتقادي الشخصي الطاقه الايجابيه دائما توجد، يعني تنوجد بمواضع الاهتمامات والمواهب للشخص او لذات الشخص. فيعني اذا انت كنت مثل ما نقول مثلا على سبيل المثال اذا كنت شاعر فهذه فتره ذهبيه تعتبر بالنسبه لك، لانه تكثف من الكتابات، تكثف من مطالعاتك لتطوير الكتابات. زين اذا انت خلينا نقول كنت ناقد او كنت ملحن او كنت مطرب فهذه فتره ذهبيه انه تقعد تمرن صوتك وتمرن اذنك بالاستماع. اذا كنت عازف كذلك فتره ذهبيه انه تقعد تمرن اناملك او تمرن التكنيك العزف مالتك. فيعني هي باختصار رحلة العودة إلى الاهتمامات والمواهب الذاتية. إن شاء الله يا ربي فترة وتعدي سلامات علينا كلنا، وستي هوم وإن شاء الله خير. إن شاء الله. محمد علي. العودة إلى الذات. العودة إلى الذات. العودة إلى الذات. أوب محمد راح. محمد عيسى. أنا الرسالة أنه في بهذه الفترة في بعض أرجو أن نحافظ على بعض الشغلات الاجتماعية اللي كنا نشوف يعني نمارسها دائما. مثلا هذه الجائحة تخلينا نتباعد عن الناس، ولكن هذه الجائحة ما تمنع أنه تبتسم للآخرين وتقول له أنت موجود وأنا دا أشوفك. فهذه الابتسامة لازم نخليها دائما على وجهنا، وما نخلي هاي يعني انه ما تنسينا. يعني بعدين بعد يعني بوست كورونا كوفيد 19 لازم نرجع الى هذه الحياة، لانه ما نخلي اطباع كوفيد 19 تتجذر ويانا. هذه شغلة مهمة جدا، لانه دا لاحظها من اروح للسوق اسوى كذا اشوف الناس حذرة وخايفة من الناس. فهذا الخوف من يستمر ويا الانسان لفترة طويلة راح يتجذر وياه، ويصير اكو ازمة ثقة بينه وبين المواطن دائم. يعني يصير ازمة ثقة بين المواطنين نفسهم. احنا دائما نقول احنا عندنا ازمة ثقة بين المواطن والحكومة، بس لا راح يصير بين المواطن والمواطن. فأرجو أنه نحافظ على عاداتنا، وأنا أقول أنه هي الإنسانية طبعا. الابتسامة لا تنسوها من تطلعون للشارع،
تسلم. والله العظيم، لانه هذه هي احسن رساله تقول له للاخر انه انا دا اشوفك وانت دا تشوفني صحيح. صحيح. اي محمد علي محمد علي سمعنا؟ ايوه انا هلا اسمع، كان شوي عندي مشكله بالجهاز. تفضل. بصراحه يعني انا جدا مسرور اول شيء بالتعرف على القامات الرائعه بصراحه، وهذا الشيء يعني وجودي معكم بالعكس زادني حماس وزادني تفاؤل اكبر. فيعني انا اتصور انه التعرض يعني الشخص لجماليات الفنيه هو اثر جميل، يعني بينعكس في تهذيب سلوكياتنا وتحسين ادوارنا المجتمعيه، ومثال على ذلك القراءة وسماع الموسيقى الكلاسيكية وحضور المهرجانات والمعارض. يعرف الدكتور جمال وقراءات الأدب، أثبتت الدراسة أنه الانخراط في هذه الأنشطة الفنية الاجتماعية تقوم بتحسين الصحة العقلية وحب العمل التطوعي والطمأنينة الحياتية. هلأ إن شاء الله يعني هلأ إحنا بكل عام، يعني أنا حاط في بالي هلأ ممكن أصرحها لأول مرة على المنبر، منبر الدكتور جمال، وأتشرف بوجودي معكم. هو أنا إن شاء الله بصدد إقامة معرض، يعني معرض اللوحات اللي خاصة اللي عملتها في أيام الكورونا. راح يكون إن شاء الله يا ربي خلصنا بسرعة بخير وسلامة إن شاء الله. راح يكون المعرض على أونلاين، وراح مزاد راح أسوي مزاد وراح أجمع أكبر مبلغ بهاللوحات، وراح إن شاء الله راح صفتي يعني عضو في المؤسسة Human for Peace Institution راح نروح إن شاء الله على الخطوط الأولى، وراح نقدم المساعدات من كمامات ومن كلافز للكادر التمريضي، لأنه كتير مهم جدا أنه نكون مثل برافو. حكيت برافو. نترك بصمة يعني برافو حسنت. برافو برافو أحسنت. قطع الخط مرة تانية، بس طبعا مبادرة رائعة نعم. وتستحق الدعم، لأنه هدول اللي في الخطوط الأمامية هم الآن بيحمونا. رجع محمد معنا سوري. تفضل. ألو. ياس محمد سامعني. ما بعرف ليش أوكي. فإن شاء الله يعني أنا بحكيها من هون إنه لازم نحن بصراحة نكون مثل ما حكت المدام قبل، إنه لازم نحن نكون فاعلين كجالية عربية بهالمجتمع، خاصة بهالجائحة الموجودة الآن، لازم نترك أثر يعني. ومين دائما اللي يتركوا أثر أكبر شيء؟ هم المفكرين والأدباء والفنانين، لأنه هن أكثر شيء بيعبروا يعني. فنحن إن شاء الله لازم يعني نساوي شيء. وأنا ما بعرف يعني، أنا برجع بحكيها، لا أنا بقترح بدنا أفكار من كل الجالية العربية نمد إيدنا يعني. أنا حكيتها مرة للدكتور، إذا إحنا ما سوينا شيء بهالفترة إمتى رح نساوي؟ يعني انا اتطور في قبل كورونا وبعد. برضو رجع عطا. طيب يعني اذا تسمح لي عندي شغلتين بس. تفضل. يعني اريد احكي بيها. اولا والدتي عمرها اكثر من 70 سنه ما شاء الله، وتشتغل وما تشتغل، هي يعني متقاعدة، ولكنها تسوي فولنتير وهي مؤسسة في كيتشنر واترلو. حلو. يسوون كولت، وهذا الكولت يبيعوها في بالمزادات، والفلوس مالها تروح إلى مؤسسة تعني بالقادمين الجدد. أمي من صارت هاي الأحداث الأخيرة مال كوفيد 19 قامت تخيط كمامات. حلو. هي يعني مو بالمواصفات الطبية اللي عالمية والكذا، ولكنها مساهمة بسيطة من عندها، قماش عندها بالبيت وتسوي له لاستيك وكذا، وتضبط على الوجه وقياس وهذه الأمور، وتتبرع به للناس. في يعني أنا من أنا أحب أوجه الأمي تحية، لأنه أنا صار لي فترة طويلة ما شايفها. أنا أوجه لك كثير تحية. لأن أي والله. هذا اللي عم نقوله من أول القعدة، إنه بأشياء بسيطة مش ضروري الواحد يعني أشياء شغلي بسيطة جدا، صدقني تو انفولف تنأرجي لهيدا البلد، إنه نحن اندمجنا ونحن مع بعض بهيدي المحنة، لأنه أنا بعتبرها حرب خفية هيدي، فلازم كلنا نكون مع بعض ونقدم لهيدا البلد قدر قليل مقدمينا صراحة بالقدر الكثير. أكيد. طيب.
استاذ محمد بدك تكمل، في عندك شيء؟ ما بعرف لانه قطع. والله انا كنت انا عندي مشكله عم يقطع الخط، فعلا انا مثل بس ازيد على كلام المدام انه لازم نكون يعني نترك بصمتنا، لازم نترك اثر خاصه بهالوضع، لانه هلا انا اتصور المجهر كله على كل الناس، المجهر انه هدول راح يصير شيء قبل كوفيد 19 وبعد كوفيد 19، فراح تكون الـ الانظار شو ساووا خلال هالفتره هدول اللي موجودين، وهاي الجاليات العربيه الموجوده والجاليات الاجنبيه شو ما كان، شو كان لهم دور بهاي الـ 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 الفيروس، بهاي المحنه اللي مرت فيها البلد، شو ساووا؟ هل كانوا بس متفرجين ولا بالعكس كانوا ايجابيين وتركوا اثر حلو كثير؟ فاتمنى يعني انا مثل ما حكت المدام، اتمنى الكل يعني من مكانه باي شيء، لو بشيء رمزي يعني، لو انت بتقدر توصل طعام لحدا ما بيقدر يروح يعني يتسوق، يعني انا ممكن بريشتي عم اقدم شيء، ممكن استاذ محمد بالقلم تبعه ممكن يقدم شيء، وانا حكيت من البدايه قديش الفنانين وقديش الكتاب وقديش كان حتى بتاريخنا المعاصر قديش كان لهم دور في تقدم المجتمع وتقدم الوطن وتقدم، وكانت الكلمه يعني قلم بقلمه كانت اشد من رصاصه يعني، فلذلك يعني اتمنى نكون نوقف كجاليه مع بعض، يعني بغض النظر انا كلهم اخوات، كل الجاليه العربيه اخواتي، اتمنى نوقف يعني، وهي دعوه والله دعوه من القلب، والله انا ما عندي يعني مزايدات ولا عندي، كل الجاليات العربيه اخوه الي، فانا اتمنى نوقف كلياتنا كرجل واحد، نقدم شيء ونحسن الصوره بشكل عام عن الجاليات بشكل عام، ونعطي الصوره بالعكس ان الجاليه العربيه ساوت شيء بهالمحنه اللي مرت فيها كندا. أوكي. اتمنى يعني هاي من القلب، يعني هاي دعوه من القلب الحقيقه. ان شاء الله. استاذ محمد تميمي. اول شيء بدي اشكر الجميع، وحقيقه كان لقاء ممتاز، وكان من كل بستان زهره، وكانت الزهور متلونه ومتنوعه ورائعه وراقيه وجميله جدا، استمتعنا مع بعض، ما حسيناش بالوقت، الوقت مضى بسرعه، وهي لقاء الأحباب واللقاء الجميل دائما بمر بسرعة. أنا بدي بس أطمئن أخونا محمد علي والإخوة إنه حقيقة المجتمع العربي والجالية العربية في كندا أثبتت انتماء عظيم جدا خلال وكان هناك مبادرات يعني، وحقيقة المبادرات الخفية اللي كانت في الخفاء يعني من باب الإخلاص وعدم المباهاة كانت أكثر بكثير من المبادرات اللي إحنا عرفناها واللي إحنا يعني استطعنا نطلع عليها، وفي مفاجآت كثيرة الصراحة، فيعني بحب أطمن الجميع. الشيء الأخير بحب أحكيه إنه وكأنه الأقدار تقودنا نحو الإنسانية، كأنه الأقدار تقودنا حتى نعيد الإنسانية إلى أرواحنا، نجتمع من أجل أن نعلم أنه الحياة كلها عبارة عن ابتسامة، كل مخترعات العالم، كل تقنيات الدنيا، كل التكنولوجيا اللي وصلناها، كل الحضارة المادية اللي وصلناها كلها لا تساوي ابتسامة وراحة قلب، ولذلك إحنا موجودين في حجر، موجودين في مكان مغلق زي ما بيحكي البعض وزي ما بيكره إنه ينحكى عنه حبيبنا حسن، إلا إنه ربما في لحظات معينة نعيش ونشعر بسعادة ونقاء وهدوء وصفاء وسريرة راقية بجزء أكثر بكثير من أيام كنا يعني نندعك فيها بالعمل، وربما نتوتر فيها بمشاغل الحياة وتصيبنا بضيق وألم، يعني الحالات اللي إحنا أحيانا بنعيشها اللي هي الإنسانية الحقيقية اللي بنعيشها مع الأهل ونعيشها مع الناس ومع الأحباب في اللقاءات هذه، أشعرتنا بأنه كم هو عظيم معنى الإنسان كإنسان. اللوحات اللي بيرسمها أخونا محمد والمقتطفات اللي بيقتطفها أخونا محمد عيسى
والكلمات اللي بتبثها كوبال للسيدات عشان يكونوا منتجات في الحياة مش عشان يناطحوا الرجال في أعمالهم، وكأنه الموضوع موضوع صراع وجود بين جنسين. والأنغام اللي بتكلم فيها حسن وبيعطينا فيها معنويات عالية، والابتسامة تبعت دكتور جمال، والهم اللي دائما بنشوفه فيها يعني ترى شباب 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 اليوم القهوة أحساب محمد التميمي قهوة بن عمي محمد التميمي قهوة بن عمي انت ما بتعرف انه الريسيت وصلني من زمان؟ ايه هذه فترة حسية اكثر من ما هي مادية يا صحيح هذه التنظيف اللي حكينا عنه فيها جزء كبير من تنظيف الارواح، وان شاء الله نستمر على هذه المعاني. طبعا انا باسمي وباسم محمد تميمي حابب اشكركم جميعا على حضوركم معنا. زي ما حكى الوقت يعني يسرقنا، احنا ولا مره جلسنا هذا الوقت الطويل، لكن لانه ال- 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 الكلام الحلو والنغمه الحلوه والصوره الحلوه والوجه الحلو زين اليوم الشاشه، فاشكركم جميعا، اشكر جميع من كان معنا في اللقاء، كل من علق، كل من استمع، كل من حط لايك أو هارت، أشكركم جميعا. وأذكركم بلقاء غد اللي راح يكون الساعة 8:30 مع أخوي وصديقي وابني بهاء، حنتكلم عن مع التينيجرز، حنتكلم عن همومهم، حنتكلم عن مشاكلهم خلال هاي الفترة، بنحكي رحلة العودة إلى الحقيقة، رحلة العودة إلى الذات. خلينا نحكي معهم ونسمع منهم شو عم بيسووا. بكرة حتكون حلقة مميزة لأول مرة بنسويها مع تينيجر، سوينا مع أطفال لكن بكرة حتكون هيك شوي غريبة، حنحاول إن شاء الله نوصل لأفكارهم. فبشكركم مرة ثانية وبدعوكم إلى لقاء غدا إن شاء الله، وتصبحون على ألف خير. على خير. على وطن. على السلامة. تحياتي.